والله العظيم يا فيصل ابو طلال يا اخي يسعد دينك يا رجل. لا خنوره. لا 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 انا بيك تجي تاخذها يا 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 جليل الحياه والله ما يلا القم خلاص مايكك انت اتوقع انه مايكك تجي تجي وتسوي مشاكل صح؟ تجي الا مايكك لا شوف مايكه مايك ما عليك خصمص مايكه مايك انا انا ما يسمع انا خوش ريال انا طيب بطل بطل مايك بطل 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 بطلت 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 احنا فاتوا والكحف اللي معك شنو؟ لا ما نلعب ذيك نلبي تذكر الغطيان احذفها يوم نلعب احذفها ها احذفها شو اسمه ما طلع ايش بك تصاعد من ربع انا ولي شو اسمه احذفها احذفها تلعب معي ماشو ماشو احذفها احذفها انت كذا مع ذا غرام يا ما كيري احذفها احذفها ها سم احذفها ايش تبي؟ احذفها عندك لعنتك يلا 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 اسفر عليك لا 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 تصير عمى انا داري داري ولا غرفتي ها 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 دايري ولا شارع يا اخي في شنطه في لا شنطه فيها البهارات حط كيسه البني معها خل واحد يجيبها ها انا اليوم الامبراطور متى الامبراطور تبطل على عمى انا بروح ادبر عمي اه شو شو ديوانك إذا حشتك حوش الله إذا حشتك حوش وإذا حشتك حوش وإذا ما هو حشتك لا دش بطنه ايش رايك دش بطن من قلت مسامة ها قلت مسامة قلت مسامة وش مسامة الزوم بتقول ها مسامة اخي اوه ايش في بعد ايش مع شو مصابات العمله تكرمون اللي ما هو اخذت سبان خسرت بوباي قوي حتى شكران بعد ما كمل 24 شو شو ايش من هو المدري تاكل والله يا حق اسمه هذا 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 والله هذا 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 والله انا اتمنى انك تتواصل يا اخي طيب تقرص من ورا ما قرصك هذا حجامه حراج حجامه حراج خلاك صنعيه حجامه حراج كل شيء يا اخي بسم الله عليك راسه حتى لما يا اخي اوه والله ما علي في وجه وجه لا صاحي لك وجه لك وجه صاحي شرب القطع خلاص طيبك خلاص سامري له شرب القطع خلاص روح فيفا فيفا العظمى فلتح يا فيفا افلح الله اكبر ايه نشبته في المسمى افلح الحين اوه ردني لا ايش تحب اه كلكس ليش تسحب كلكس؟ فيصل على وجهك يا فيصل لا لا هو ضرب شارع يمين ولف يسار وجهي انا خلاص وش بني عمي ما بري يسجون وجهك وانا خوف هو شو؟ ايوه يسجون وجهك يا سمون وجهي يسهجون أنا يسهجون يسهجون وجهي يسهجون انا اسهج واسهج مرت واحده خلوه وجهه صح وجهه صح انا مكمله صح وجهه صح وجهه معاي معاي طبقته لا 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 اعطيته ما شفنا ما شفنا ما شفنا ما شفنا اربع اربع على ما كلم كل يمسحون ويداعبون أسامة أسامة إني وراي أسامة أسامة البحصوص البحصوص عندي أمنية ودي أنا عجزت
تعال تعال لقطتك يا عيال اسمعوني تكفون انتم تسمعوني عايض ابن زايد تكفى يا ابن زايد تعال اسمعوني انا عندي امنيه بتحققونها لي يا ربعي يا اخوياي ابشر حي هايكم حي هايكم ابشر اسمعوا بسوي نفسي ودي انا تعجبني اللقطه لا سجل البلنتي هدف اخير في النهائي وسجل يلا طيب واحتفل خلاص لا انا بسجل خلاص تعال 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 حارس فيصل 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 احس بتصدها لاني قوي طيب انتم خلكم جنبي وما تجيب جمهور يلا شغب انت شغب رح سوي شغب جماهير سوي شغب شغب مدارس طيب اقعد هنا لا خلكم جنبي كنكم رابعنا معي بالفريق يلا يلا شجعوا فيصل 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 يا الله يا الله شكرا لكم اشكركم يا عيال حققت امنيه من امنياتي جمهور ايرك خبرها انا وش هي امنيتي اللي بنلتي اخر الوقت وانا اللي صده تسمع يلا يلا حقق يلا يلا عيال حقق امنيه بعض يلا امنيتي عكسها ها خلاص اسمعوا من اللي بيشوف خلاص انا نهائي بصد طيب طيب دقيقه خلاص اسمع اسمع الامنيه اسمع الامر يا زين يا عيال يا عيال اسمع اسمع اسمعوا اسمعوا ولد امنيتي وش هي؟ ايه فيصل انا امنيتي نهائي كاس العالم وحنا 1-0 لا لا نجاب الجول يوزن علينا لا تطيح ايه لا تروحون بلنتيات ايه فهمت؟ وين الحارس وبردها يلا معاذ يلا طيب انت فريق نجوم العالم هذا نجوم اوروبا خبرونا بس نرده نرده على طول نلحق اوه لا لا وقف وقف يا سماح بغيت اكسر اللي ما يضح تدري وش هي عود عود تدري لو انها جاتني يمكن يصير اول متسابق يكون عليها مباشر عود كملت المشهد طيب كمل والله شبه خلاص لا تلعب لا تلعب لا تلعب اللي بيلعبها من لا انا لا انت انا مره ثانيه يلا خلاص بيصدها اول ما يصدها لنا فريق واحد حتى انت من الحماس تركض معنا خلاص معاذ شوف كيف برد ها معاذ حتى انت تركض معنا خلاص من الجهه ولا ايه سو كذا برد حركه العقرب ها فهمت حركه العقرب لا لا في النص بس شوف كيف برد صبات انت ما قاعد تركض قاعد تعصب جمهوري يلا يلا اركض اسمع اركض حط الجدار بامسك سو كذا احتمالية يلا يلا اركض طيب اوكي اركض الجدار بحقق حلمه الحلم الثاني الحق علي واسري قبل الامور على طول اركض الجدار خلاص اركض على الجدار خلاص انا بقول بس اعتمد اعتمد علي بس اركض على الجدار لا 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 عك عك اي اي اركض على الجدار بصراحه شقلب روح دورك للناس اللي انت يا والله يا نايف خليك شجاع فوب يا شاي يمنعنا اثق فيهم يا ازهل عطها بس وتشقها روح
لمسها يعني. على طول ركض ركض رشد 100 فوق دفع 100 فوق دفع مو تشقلب ما عليك ليه اخو مني هنا شقلب 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 حلوه حلوه تصبحون على خير يا رب خلنا نعصب راسي والله بالنار انكشفت الاوراق ظهري طلع الله هذي ما له قدر تبان هذي هذا ما له اسوي لكم اجواء رح ما ادري ايش بتسوون بدوني يلا لا مو بقوه يا دفش شوي شوي صدق والله بشويش ها كذا ها لا لا في تراه في تراه في تراه سبعة وتشلش من فرق المحبين سبعة وبقعات صنع الحب وشو يسوي سبعة من فرق المحبين يا سبعة وبقعات صنع الحب شوف شفت كيف حلوة شفت اوه هوب كذا كذا اقلبها خلها مقلوبه عندي خربيه انا مقلوبه؟ مقلوبه اوبي يلا يا معاق معاد معاد بس يبغى يقول لهم معاد بس بعدين شافك نايف يلا الله احس جاني ثاني يلا يلا ثاني بالضمير اللي شغال عندك انت بعدين ما ادري طول في السماء يطالع في الارض يلا تتعب طولت واخي شي قمطع والله حماس يا فوتك اللعبه اللي قبل شوي يلا صدق يلا 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 يا ريك ابو حمد يلا يكلمون المطبخ مو واحد يلا والله كلنا اقلبها اقلبها عكس عكس كذا اقلبها اي حلوه صح حلو العب العب زين ها العبها ترى بهندسه هي لا يا بله هذا في خمسه هذا في خمسه هذا اللي يقول كورتي عقدي ابابا سويت تغرب يا نايف متعمد انت نايف والله العظيم الحركات ذي ترى نتعب وصفصف وتقعد تفكك والله ما العب والله طحين باخر رح ما لا تلعبون خله شوف شوف العلولي العلولي لعبوني ولا بخرب خليني يا ابن زايد شفت ابو حمد خلنا نبعد شوي نبعدك خلي الرجال يسمعون يا ابو حمد هالي ها اربل الله بليز ها 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 هو اللي خرب اتكلم يلا يلا صفف صفف يلا اتكلم يلا عادي يلا اتكلم اتكلم عليه ليش هو لان بس هو منحوس اللي تيه واللي تيه من عنده ايه عشان عشان يطري يعطيني لا خامس خامس ايش فيك بطاف ايش فيك لا لا بشويش الحمد لله وصل يلا واحده واحده ولا ولا شيء طيب خلوه كذا من النقطة كان بيمسكها كذا بكنترول شو اسمه كنترول؟ يلا كذا يلا لا كنترها الله بطلة بطلة شو 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 لا شوي بادل قول لكم لعبة البادل هو الله عليك توني اكتشفت انه من نظاره العلم من نظاره ما منه والله عيونك انا مشي نظارتك يا سود يا سود انا مشي نظارتك كان عيون دبانه وانا داري ها والله ما سويت شيء والله ها ها حذفتك شفت حتى انت حنها كانك تحنها حنا ولو ما ودي اقول حنا راس الشموخ وصار رجاله وتاجه تاجه على العموم اللي يخاويك منه خاوه ولا تصر على ما تواجه يا حلوي عطني اكبر يا اطفال عطري اصبت حنا ولمضيمة واكبر الله ها تات فيصل هو ما ادري ادري كم انت كم يلا لا شوي
ماسك يا عيال كن انتو كن انتو كن انتو الله انت هذا وش بزين في الخبز هنا ولا هنا؟ التون هي الا التون احلى صح؟ باقي زيت ها بعد جبته كم بوصلت به؟ انا حجب الزيت الواقع الاجتماعي شفته جاي طلع لك جميل اسمع يا عرفت كان مرشد سياحي لبناني 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 تسقط على لا 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 يا شقران انت بكذا رجعت من البرايم صاير عرفت البيعات صح تعلمت منك اتابع صدقني خبره القريه هنا البيعات ترى وصلنا ايه وصلنا 91 اذكر وشو وشو الموضوع وشو اشر بيدك وشو ما فهمت وش الضربه ذي وش انا درست انه ما عنده شيء يخسره في الحياه اي ولد لاعب كرة سلة طوله 7000 يا لاما اسمع سأل واحنا جايين في الطريق سألني عامر يقول وين ما كلمته سألني عامر يا اللام اقول انت يا اللام اجلس هذا مو مهند ما يا اللام اجلس هو يحب يبي جلسه هاديه بره 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 لا تصوت رجلي ام يا جد نصاب يا عيال من بيسترخي ها تقلده والله جد عامر بيجيك لا تمرض وتمرض وتموت من سدحين ونسولف عليك تسدح لا يا ولد استرخاء الازعاج اخر انت بخفرط حركه ما تصلح افطر طلح يا كلف عبد اللي يصلون يصوم ابو اخوك الدعوه هذه انا ما اعرف اللهجات بس صلي شرق ها بس صلي شرق على الدعوه ذي يا ولد ولك مثلها ما شاء الله يعني قتلت ايش رايك صادق صادق عطنا تجربة المستشفى انتم موسى تجربة وش جايين مؤتمر ولا شيء جايين احنا مؤتمر الف اللي اروك انت لا مولي مولي ولا هولك لكن علمنا ايش السالفة انا بكرهك شكران كذا يوترك مهند اي لس مهند مينون مينون مهند اضرب معاذ لا 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 مهند مرة مو بكرة هذه بزنس 60 62 63 الحين مو بكرة ما كان موجود ما كان موجود صح ما كنت موجود مرحة لا 63 طاف انا لا وين؟ 53 انت ما ادري 53 انا ما تابعت 60 الستينات شقراط سالني عامر قال وين الجلسة المناسبة لما يبغى يرجع؟ قلت والله ما ماكل الدواء عشان ترتاح من اللفه كذا تاخذ الدوار وتطالع في الشغل والله اضحك والله والله اضحك والله ما فهمت اضحك والله ما فهمت اضحك اضحك ما تفهم الا بكره اي خذ لك والله اضحك حبيبي جاك استاذ الكوميديا مهند تعال استاذ الكوميديا تعال مين يقوم اروح اجزناك على ولو طبقت في عيني وقلت لي حياك الله يا ولد عليك كاب عليك ما لا تدخل ما لا تدخل ريحني بره طيب وانا بره ما ناقص انت بره بكره ادخل عليكم كذا بره سمنك بره سمنك بره سمنك انو شبابي مسوي قافط اللهجه طيب يا شباب نبغى سوالف صباحيه ايش رايكم عمر لكن مع حتى عقل ما يصير الحركه العقل زي نفسك جلسه والله ياتي جلسه عمر جلسه عرف دبات عرف العقل وشلون انا جاي احتراما وتواضعا مني يا اخي والله العظيم اني حتى ادرس بصغار انا اسمعوني باداره الحوار بس عندي موضوع اسمح لي الشبح ها على الهادية لا بخلي نفس النار دي شوف حلو نحطك احطك هنا زود شوي لا زود شوي بلا اقوى لان هذا بيطوع علينا زين اباك تزود بس شوي وانا عم شوي اباي حما اباي حما عشان نسوي اذا شو اسمه هو بيخلص بسرعه خبزي معك بيخلص بسرعه طيب ساك زين هنا عبود علمك ليه عشان هذا بنزين ذا بعدين بيشيل وبيحط انا علمك انا علمك ليه بحطه هنا قول لي لان لو حطيته هنا بيستوي ونص ويحترق ويمين يسار مع اصلا فهمت من هنا يستوي مع كل جهاز ما بيشتغل جن ايوه خليك
ثم جاني سائل نصب يمه هنا جاني سائل سم صب يمه هنا جتني سائله المويه عيال من اللي يعرف زين ذا ذي شو اسمه وش تبي عشان يصنعون عشان ايش يشتغلون كذا ها تعال امشي خذها راح اجيب لك قدر لا هذه هي اسحب لا هذا فول هذا ثاني هذا فول انا بكلبون يعني كلبون يعني نشتغل مطلوبه زين اي كذا كذا ساكن زين على الغاز ذا على مين خلص زين هذا شبيتوه ولا اي خلي حم الله يحفظك ويش انا هواي لا مو ما له شغل خل بالي يا اخو حجك انا هواي يا عنقري ايش يقول عين عين الفرس لا لا البطل العنق عنق الفرس ما هو بعين الفرس ايش من هو من زين عين الفرس باطنة تدلع بتسقلك اللي انت معود عنه تدلع على جمر الغضاء تقلب اندبر على جمر الغضاء اندبر الشر والفرس تحتي في الصبر الفزاع يا طلول هذا شو اسمه مينوني يا معلم شوف العالم هذا لا لا اسم والله صدق الخيول وهذا لها اسم فاصله لا لا فاصله انا قلت عنها قرأت عنها لها سامي قرأت عنها بس ما يذكرها ناصر والله اني ناسيها بس اني قرأت عنها تقرا من عيون انا قريت عيونك اذا انت قال معلوم ايش اي والله وين قال المعلوم لا صرت علي واجد انواع واجد الخيل الابيض والاسود والخيل طيب الخيل الادهم شلون ادهم ادهم رقط يعني ما قلت مرقط على ادهم الاسود يا غبي ادهم طيب وش الخيل اللي مدح الرسول عليه الصلاه والسلام هذا ايش فيها هذه حبتني الظاهر حبتك انت اي تبي تاسبني انت بدك شو حركات ايوه حركات ما بعرف ترقص عليه لا حركات انه ما عندك خبر اوكي ما نبي ها صار لي على قد اللي مو اوكي اقول لك قدم عنك شويه اي تم غطى اي اي ها نعرف ذا على قاعد ها انت وين ابن عارف نبليش انا اللي اركب فوق هذا دون عناني لا جفلة يقول ان ابوي الخيال هو اللي تحذر شفت اي اي الله تكرم اللي والله جفلتها الله تكرم الله الحمد لله انه ما كمل صارك اقول لك يا نايف الحمد لله انك ما كملت السالفه لا 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 شنو في حبيبي شنو في صدق هذا يطرحني انا يا خلوه بنت يجي ذا مريض مريض ذا من توك عرفته خلص من زمان نايف تكفى عبد الرحمن عبد الرحمن يا رحمن تكفى عبد الرحمن الرجال يتولجوني بني محمد عشانك انا عشانك قبل فك الرجع وانا خوني يا علبة طيب عرفت اللي يقول لو كان اني عينت تابرة شرب سعادك وانا خوني شرب سعادك شرب سعادك شرب سعادك واطلق الحجاج هكذا انا مو حيوان الكوالا هكذا دور الجلد خويي تحزن ابيكم يا الله العشاء عاد هنا العشاء هنا بديت كبدك دقيقه دقيقه ابو حامد خلينا الخيل والليل والبيت ذا وجه الفقر اطيح من عيني اليسرى ما شفتها نفس رحلت اقول لك شهرة شكسبير وفلاطون ونيوتن قلت لي بيت شعر اطيح من عيني شو؟ طحت من عيني مثل ما طاح وش هي؟ على راس
أينشتن. الخيل والليل والبيداء ما تعرفني. أيوة خربت عصبتي. الخيل والليل والبيداء ما تعرف. تعرف فين السراج؟ حي والله عينه. أي والله عينه. شفت تعرف؟ أنا هجت. تعرف الخيال؟ شو بساعدك؟ أنا هجت. أنت ما عندك إلا إشارة على ال. على الوفاء. سيدا. يا عمري لقيت له. تدري انجليزي؟ ها؟ والله هو اليوم والله انجليزي. هاي ام فايم. والله ما تفهمني. ماشي بس اركبا. لا ما قال انجليزي. نو نوت لا نو نوت كم وذ مي نو. السراج والليل الاسود الظلام يروح للخيل والخيل يتصقلها والخيل له خيال ويروح ويعود على مهله. فاتقني اقول لك فاتقناس امحقناس ابو سراج امحقناس. لا لا تحداني انا ما احب التحديات. مو بجوي ها؟ مو بجوي التحديات. دقل عرفت تحداي بكون عرفت حذر. اي فرضا فار جاي حينما ياتي في الحرب. نعم سرعه البديهه نظره كذا سرعه البديهه مغوار. اي لو انك ما انت مغوار كان قعدت انت غوار. انت غوار انت فارس غوار. انت غار انت غر قرو انت غرير. لا الغرو لا قرو الغرو محمد بن ناصر. شوف وسخ ملابسك يا خلاص ما ندري انت ترجع على الحديد توصل تعود عمان محرول. انت تشتكي مني ما عليه ما مشكله خلي محرول الحين بس انت اللي موصخ ملابسك وقاعد على الحديد ما عليه يا باشا اصلا حتى ارحب يا ابو منير. لا 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 ايش رايك بالخيال ابشر بسعد. لا تقعد تسوي لي عضلات مع عضلات. تعالي أي. اوكي بليز اكسكيوز مي ارتاح وريح. لا تسوي دقيق اوكي ولا تسوي هذيك من دي. يلا يدي اليسرى يدي اليسرى ما فيها حيل ترى فيها فيها شعر قبل شيء من فرينك الخيل. شو رايك انت مع الخيل؟ عليك الخيل. ايه انت وهم الخيل يا الربع. لا لا كذا مو خيل انت جحش كذا جحش. لا انا مو بجحش كانك هذا اللي يقول ما بعد اسمع. شفت المثل اللي يقول انا كسي الا خيل. ايه بالله اركض الركضه على طول حصان. تكفى شفت المثل اللي يقول مع الخيل يا شقره. يا شقره هات شقره حطينا فيك هاتكم مع الخيل. انا مع الخيل اقول لك عالم. يا عالم علميهم من انتي. انا عبايا عبايا الخيل الخيل. طيب عطى عطى والرودس. طيب يلا وش يعني عشان الشمس. ما في شمس عشان الشمس والليل والبيداء وتعرفون ما في شمس. شوف بلح كيف جاء بلح. هذه نسمة امراه نظره. نايف نايف تعال يا سبام. نايف سبام تعال. نايف 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 بدون حركه تعال. لا تصقش اللي يضحك. لا تحسبك ولدها نفس اللون تعال. هلا الله يسعدك. طيب يلا يلا عذبه عذبه يلا لا تصقل هذه نسبة المراح يا فلاح. اوه لا لا ما هذا ابل العيال اخذ عقلك. ترى بيجفلها بيجفلها صوبنا. لا 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 تجفل الخيل. لا لا حرام يا ريقي الخيل تجفل منا. يا عذب يا ما ركبناها بلا سرج. وش 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 نفدى وجهه. طبعا اني طالب والله ما تغير عليهم ذا الحين. اني طالب الريقي اني طالب كمل عمي. والله ما تغير عليهم. خلني اخذ سلاحي. ما تغير عليهم. باخذ السيف باخذ السيف افداك باخذ السيف في شوي بايك. والله ما اقول كذا. والله ما تغير. والله ما تغير. لا لا هذا حق البقر. هذي هدي 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 اخدعك وصرت ضدي. لا تشرع في قرارك تقلب الدعوة تحدي. يا طرفة يا طرفة علمته يا طرفة وقالبة. يا عيال يا عيال تفاهم بين كل الناس حابين. ليش ايش؟ يا رباط صليبي حقتي. تدري ان الخيل بسميه نسق النايل. شوف الخيل اللي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. حبتني فيها ثلاث. بسم الله واحده. ايه واحده نادره. والرسول قال الخيل الدهماء. الدهماء هي الدهماء السوداء. السوداء اللي مري. تعالي نفداش. وايش حالك نفداش؟ ليش رجليها؟ شوف الوانها ابيض. راشد 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 راشد. وش سميته؟ ان شاء الله عليه. قال الرسول قال يوصل الخيل اي صوت يوصل الدهمه. هذه اللي يقول يمدحها نعطيها
هذه اللي قيل عنها يحسبون نفس اللون عشان كذا تحط بحط صغار منها ذبيت عليك يا خير يقول هذه اللي يقول اسمع صوروها في العراق جايه على وسط الرصيف والعاديات ضبحة يقول عايض يقول عايض الفراج يقول وش قال قال هذه ذخاير ربعي وجداني طيب والله ما نرضى تطيح اسهمها قال الرسول وصحح اهل الباني اطيب سلالات الخيول ادهمها ان شاء الله توفى الرحمن ما يحتاج يعني ما له داعي ما يحتاج المقطع و تعطينا هذه اللي في القران قيل والعاديات ضبحا في المريات قدحا عيونها حمر عيونها حمر منكم منها مواصله البارحه معلومه وايل حمر عين تعال شاور البارحه معلومه وايل شكون ما ادري في المغيرات لا هو كان يتكلم عن المغيرات صح المغيرات اي صح والله ما ادري انا اوكي الخيل انا لا لا انا على بالي انها الريح صدق اللي يحبها الله انا جاء في بالي انها الريح مغيراتي صبحا الريح الريح لا حتى قبل ما يقول الخيارات قلت الريح يا انا بغيت تاكل وجهي تبغين تاكليني والله ما تاكليني وانا خمني واحد يصعد ايام انا اقول لك ايام الفوبيا ما كنت ما تبي تشوفها صح؟ حتى تنظر ما تبغى تنظره كذا ما تبغى تشوفها نهائيا طيب اذا تقضى البيت ما تجيبه راقد اجي ايش اسوي؟ كذا سعود هنا قال كذا هو يرقد كذا يا اخي يسكر عيني يفتح عين ذيب ويلا انا تفكرت اذا تفكر فيني اروق والله اني اروق ما شاء الله تبارك الرحمن اخي اللهم صل على النبي وش انت قد شفت عيونك ما شاء الله يا بعد روح انت قد شفت واحد صحي من النوم يبتسم تخيل قد شفت واحد تصدق اني الى قد ما سعود ما بعد قومني طبعا بس احس سعود لو يقومني من النوم اقوم مروق والله اني قعدتك كثير متى ما تقعد اسرع بيعه اسرع بيعه في التاريخ اقعد كثير ما يقعد يطلع روح العالم تصلي سعود ينخصم عليه ايامين كان متسابق رشني اسامه ما بدك تقفل فمك ما بدك يا عصفور توكل الله ولا خذني معك انا اصحى بسرعه الصدق انا انت تصحى ولا تصحي احد والله عشان تروح تصلي حالك بدر حسين ما غير داوي تقول ضايع باقي راشد والله نودي انه يقصر علينا ولا يزال راشد الاعداد بس لا مو باعداد ها من راشد راشد ماجد ها من راشد راشد ماجد بينطق هو ابو محمد هو شكرا راشد الاعداد شك عادي راشد الاعداد ما راشد دائما يمر يقول بس تقول راشد من شكلك راشد ماجد بس ايش رايك بنات خلي دع اخر شيء وين حليب عشان ما يخلص زين يلا عجل وش وانت عينك ترى كيف قساك وقتك وانت عظمك طريق ملحة يا أيوب إذا خلص عشان زين لا 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 بس معك ما تحط كلامك يا هل ترى لا تكفى يا عايل حطيت ملحة هنا؟ لا قد ملحة زين هو من هبيه حتى ما هزين كيف قساك وقتك وانت عظمك طري كيف تت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 
لا 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 لوا لوا يلوي لو يلوي حرك فكك يا يلوي ليه ليه يا صباح خير يا الله تدري ايش اسمه وانت عظمك تاري ترى النهيرة يعني النهيرة خلاص رجالي رجالي عرفت رجالي رجالي بلاص قوم تروح قوم تروح انت وانت عينك نادم ترى خالص خالص وانت عينك تراك كيف قسم بس باقي البيض اذا خلص نزل فولك وانت عظمك واربط البيض جبها اول شيء امسك عشان تربط البيض بالقدر اللي جنبك جبها اسهل اسهل سم سم كيف يا هل ترى بس 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 أقول أكل 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 يا عطي عطي ما تقولوا لي توزع الحين السفرة وين السفرة كم وين كم صحن هاي تكفي عطني شوف كم صحن عطني 5 صحن أسامة تكفي أسامة سامع سم هاي ترى ثلاثة وسامة دزي وسامة تكفي وسامة جيب لنا صمام يلا عشان خرب عليك الجرة صح؟ انتوا كذا المرشدين نفس الشعار اذا احد خرب قصيدتكم تزعلون يا مسلمي جموا عبود 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 جيب خبز كفيدة يا مسلمي جموتنا انا على هو بعد ذا بعد ما تلحقه كله برفع مره بيمسك ذا كله ما يجي انا ما راح احرك على كل جهه هذا هو ذاك انا بيطفي 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 احنا ما نقدر تكفى جيب احنا عشان خلص ذا الفول بسرعه رجع كم والله ما هذا شيء بيغضبني والله والله تقول والله بس تعلم ما تلقى والله والله ما انت بس ده شيء بيروعني وش مسوي والله ما يروع والله ما يروع ها وشو تحكي قدام والله ما في خلاص ما في لا يبلتر مشكلته ما ينفع بالبيضه والله لا تاكل بيضه والله اوه الحمد لله على السلامة تو يوصل الحمد لله على السلامة يا معادي عليك وجه يوصل خلنا زي الريو خلنا زي الفطور خلنا تقول وشو وشو والله ما اقدر لا نزل بيضة بيروعني وسكت هذا عسل المندا لا 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 هذا عسل المندا حق لا اسامة حق من ذا يا اسامة اسامة تكفى يا اسامة تكفى يا اسامة معاد هذا حق من؟ حق العويس هذا ساكت الشمس ايش معه؟ موزة هذا حقك جيب العريك ما وساقت الشمس ذا ايش معه؟ ها؟ ايه معاد بس ما جاء جب 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 بسم الله يا اسامة فطر يجي يا اسامة والله فطر تكفى تكفى يا اسامة اسامة ايه هذا الحالة ما يجي مع ذا عطني عسل موسى ايش بيأثر؟ تعال يا خالد معاد معاد اي والله داري عطنا عسل موسى اي والله داري اهلا مرات يلا لا بدك لا بدك انا بعد جيت ابو بسم الله العظيم لا خليك ابو 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 تسحب ابو شوي تسحب شوي بس عشان محلك تسحب لي بس شوي عوزي 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 انا بركب الخبزه ابو الخبزه حط من الناحيه والله قرب عندي اللي يضيع حط منه طيب حق خبز تبغى اقطعها بعدين بحط عليه سلام اوكي لا مو شو لا مهند مهند لا تخلين بطل مو شنو بني عليه تعال يا وش تبغى تطاولة لا 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 يلا لا لا اتحداك لا مو اتحداك سامر ايش دق السلم اتحداك لا لا انت هو يعني تروي هو يعني دق السلم اتحداك سامر والله انا دق السلم اتحداك سامر والله سامر اتحداك اتحداك يا سامر سامر لا تسوي اح كم سامر قد التحدي مالي شغل عطنا فاي عطنا فاي حجم 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 جبنا فاي هناك 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 اركض
ريالتي ريالتي انا احب اللي يضحك كذا وسام عادي 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 يضحك 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 ما في شيء عادي عادي مرتاح ايوه تهولون الموضوع عادي كسر بي رده بسيطه عادي لا لا مينون ها ها لا والله لا 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 ابى اسوي شكشوكه يا رب انا ماسك الامور دنيا كلها لا انت تمسك شيء خليني اسوي شكشوكه الله يرحم شايف نجاوب والله انا والله ما زعل لا ندور والله علي علي ما زعل تشوف انه ما يزعل لا طرح لا والله انت لا والله خبط ذا تعال يا حطها يا ولد ايه انت من وديتها شو محمد شو محمد قوم بسوي تكفى يا حمود والله بسوي شكشوكه والله يا حمود خاطر الله والله نسوي شكشوكه خاطر اسوي ريوق فطو فطو بس المره بس المره خلاص بس المره كم خلاص اربع ولا بسوي من سامي يا ولد لا تقعد تلعبون بالسمن بما ادري ايش شغلاتكم سوي خلاص قرب سوي هناك يا الحني وعافيه والله اني شبعان استاذنكم بروح الجلسه انت بيبي دقيق ذا ما يصلح عليه جمري الريحة دقيق ذا ما يصلح عليه جمري تصدق وانا كلينكس كلينكس وين هو عندي بيض تعرف الشغله هذا مفروض هذا عدد كلينكس وين هو وصولي الكلينكس وين ما هذا كلينكس بسرعه بسرعه تك بسرعه اول قبل ها تقول عجين باقي ما يعني هذا عامل ما يبيك لا لا كله رقم الراس في المطبخ جرخمه شو الحل حطه في الارض يعني ولا على الطاوله استوى كم استوى الطاوله الطاوله كله والله ناظر هذا دقيق ابيض مو والله ناظر جرخمه ما تقدر يعني اي والله ناظر ها انا يا وسام علي نمر ما زعلت شيء لا 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 دقيقة لا نظر ما زعلت ايش رايك؟ والله انا عادي ريالتي 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 اكثر واحد يمون عليك من هو؟ ريالتي 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 عطنا فديتك الجلافات علشان ما اقوم عليك ما لا ممكن ما نبي اصبر صل على النبي عطنا جلافات علشان نسب النكرك وانت قهوه وانا شو اسمه؟ نبيه هذه مسوي اثنتين انت؟ لا هذا مفروض بس غطاها وين؟ اصبر نفداك غطاها ما ادري وين انت ما بكيتها انا انا البتها وين؟ الله يبيض وجهك انا عارف اضغطها عاد فيها كبار بالملح بالملح ايش تسوي انت الحين هنا عاير؟ عاير هذه ايش اللي تسوي انت؟ ويش هو؟ اللي قدامك ايش؟ بعلمه هذه ويش انت؟ بعلمه قول اله الله حركه حركه لا تخليها قاعد كذا حرك حرك ترى يحترق حمود حركه حركه حمود حمد حرك 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 لا تخليها قاعد كذا يحترق عدي على طول تحترق حطه ليه قاعد ارتب له سرعه بعد قاعد عندك حبيبه يا موسى بارك حبيبه يندم بعد الوجه امحق يلا من فضلك بعد حبيبه بعد الله أك ما عندك شيء يقول الله يجملك في الدين وبس الله يجملك في الدين استغفر الله خل البيض والله اني صادق الله يجملك في الدين ابو غرامه بعد لا شفت في المقعد ولا موسى لا تبلى واجد يا موسى اوه ما في بركات أو هو المنظر أو
يلا بس 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 وين الطماط وين الطماط لا 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 الله يرحم والديك ابي اقول بيني وبين الطماط خلاص خلاص بس ايش اللي بس ريجي غير لا ريجي بياكلون عادي لا مو كل ارباع ها مو كل ارباع يا اخوات الفول مع الطعميه هذا السمن ابي سمني معاه لا لا ابي وين الجبن الجبن هناك وين الجبن دي شوف الجبن عندك خلاص هذا نص لا 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 خله 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 ملح ملح يا ابن الناس ملح وصول يا يا وجه المسلمين الله يرحم امه الله يرحم امه يا امي رحمه الله يرحم والديك يا ام ايش اسم امك ما شاء الله ها حطها خلها على النار خلها خلها على ايوه حرك حرك خلاص نشفت يا خلها انا خلها تنشف احسن كمان شفت كذا تحلى يا خلا يا بن زايد علمني يا لا ابو امي جدي مش تبي من ابوي ولا من امي ما حددتها انت قلت انا قلت لكم امي حدد شعر غبي شو تسوي انت؟ لا قلت لا ابو امي طيب ابو امي جدي كله لا ابو امي مو جدي؟ لا يا رجل هذا غبي ترى ما فهمني الموضوع عطني الجبن عطني الجبن من وين ما جبتهم تردهم الجبن العسى اجيب لي حق موسى عشان يجي مع هذا يجي لحاله معاذ يا معاذ معاد معاد تعالي عطني رد مكانها طيب عطني عسل لموسى هلا ما فيه جبن سايح ايوه اوه هذه من حطيني انا اخي عبود اوه انت براوزي لا اله الا الله غبي عبود نسيت الله يقلع في سلاده الفطور تبارك ذا الفطور تهدرك تهدرك لا ما في ما في ما في شيء ما في شيء ما في شيء اي 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 يلا خلاص خلاص كذي خليها زين انتوا سويتوها طيب ها وين الله يقلع في سلاده وين الصحون الصحون وين هي فلاح فلاح تكفى مر على محل موسى جيب لي العسل تكفى لا لا اللي افهمها صح ها ايه الواحد روح محل موسى يجيب لي العسل ايوه الله يجعل الجدري قال يجي ابو كلاس ها تخيل كنت شمور ريح حريق واذا ما جاز لك من فطور انا ما اعرف شيء ايش رايك ها اي من ذا الغبي عبود مسوي فيها اني انا فاهم اني انا القصار يا رجال ريحه فرش وريحه كفر وريحه مدري وشو يا الله انك تعدي انت سايم على خير يا رب يا رب تعدي وانا ما اطلع مجنون ما عندي مخ مينون انت مينون ما يحتاج يعني اطلع من هنا امس عشان مجنون اسوي تكانة طالع منها يعني المشكلة شلني من هنا شلني وقاعد يسوي تكوي يا معاذ بدون استهبال وانا اخوك ها هذا هو بس وش دراني والله ما دريت ان الدبان فيه هذا قدامي طيب هذا قاعد امول والله انا اعطيك مكان موظف مساك قاعد امول خليه يمول اسمع هلا هلا عيال دايم دايم في الصبحيات امان ايش فاهم اسنا حلوه اصير اكرهكم زياده يعني شوف شعور متبادل تبي تشم هواء محمد ناصر طالعك هذا ما يسمونه بالتخاطر شعور متبادل سبحان الله تخاطر ايش تخاطر تخاطر ايش معناته انا سمعت شيء حلو يا عيال بالله ما منير والله اشرح لي ايش معنى التخاطر والله فات انا واجد يا واد خنقتني فكه ها طلع له زغلول مدري ايش مزود احمال كذا ثقيله طلع له جام حق يوم من الذبان حطيت النظاره وثقلت زياده والله يا شباب هجوم من الذبان عنيف صحيح نسيت انت خويي في المسجد انا اسف يا اخي معاذ احس من اللي يتابعون انمي كذا بزياده ناروتو ايوه كاسري كريكت ذبان واللي تلقى جنب سيرهم هشك مشك والله لقشك مجسم
من اسمه هيتاشي جو دي جي من اسمه يرسم لوفي عامر على طار على طار الانمية انا داري والله انا داري الفقرات تعرفها ها الفقرات المجسمة وانا صغير رحنا بلاد الاحلى ايه استانس الحين رحنا بلاد الاحلى وابغى اشتري ذا الفقر وما معي قيمه وطالع فيه وتم الكرتونه كذا يا رب والله ما انزل القفر واجي اطالع يبي اليسار واخذ الكرتون وقت الشبه افكفكه كامل واحشي في ملابسي واشيل لحمي انا اقوم اسرق ملابسي طلع انت والله اني صرت اعرف اللي تابع لا 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 مو سمو لحظه قاعدين نسولف لحظه ايوه انا اعرف اللي يتابع انمي من وجه والله اني اعرفه من تصرفاته من وجه سبحان الله عندك نظر زي محمد سراج يتابع مسلسلات بدويه شوف على الناس دي لا والله اسامه اصبر اصبر اسامه اللي يكتب والله شوف مصارعات معشيلات لا والله لا والله شوف شخصيه ذي تذكر الصلصال قصص الأنبياء اللي في صلصال اللي في سدري يا رب موسى تعرفون ثقافة تجريبية تعرف سلسلات تجريبية موسى جزت لي سلف انا وش الرحلات لا 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 رحلتي الى مدري ايش موسى وثائقي وثائقي عن البن على الزرع كذا يا عمري يعني غيرت لحظه لحظه ايش تتابع يا شين وجهك وانت تقولها كذا وجهك كذا تعطيه عمر 70 رسوم متحركه ببيض واسود خبرت ذاك اللي هذا اللي كان بابا فرحان هذا تبع الصح الصباح شوف المنقيه طيب الدبان وش وضعه الصحراء يرفع الصوت في الصاله اخر شيء وليدي تابع يا ابو هشام طفي الكشافات طيب وانا ايش اتوقع عامر استغفر الله انت صدق ابي تحليل صدق والله ابو منين انت حق مسلسلات اجنبيه كذا اكشن وعصابات واضح ايه اني واضح انك متاثر مره يعني ايه كانك تاجر هندي فيلم ست ساعات تاجر هندي مسلسلات اجنبيه مسدسات شلون جايه يعني لك بالميول ذا اه اوكي يا ادحك ايه عامر دقيقه انت ما تتابع شيء انت كذا عامر ايه عامر عرفت المهم انه يحب الرجال الجرون يحب حصانها انت يا شيخ يحب حصان يقدر الحصان جاء عامر يوم شاف حركته ياخذ له قدر ويفوحه يوم فاح الماء في ياخذ القدر يحطه عند خشمه الحصان يجي الحصان يبي يشرب في تشلوط هنا ويغادي يشدق هنا الشيء ذي الحصان يوم قالين كذا يوم ما جاء شيء يوم اقول لك وجه شيء انت عرفت تسمع لي اسمعك تشلوط فاهم يضحك على شكل عامر وشو شو يخلق يعيش وين عامر يوم التفت هو ولد عمه يوم التفت عامر قال وش فيك وش فيك يا ابو فلان يقول له ولد عمه قال شو بذوبك يضحك عليه خلف هو ضحك قال تعي حصانك فلان يضحك بعد يوم التفت يا عايش شدق حصانه اي ها هنا هنا ضانت كل منهم قاعد يبي راس الثاني درى انهم اي ان قد هي عداوه مع ذي الحين قامت بينهم وتمتنع الريقي ذول انزحوا ذول انزحوا ويحتروا الهيه واختك يا عامر ميثا عند الرجال قامت ميثا قالت بالعلم قال حنا بنشد لكن قبل نشد ابي اشب افرسي بحصانه كيف قالت عندي وانا اخذك المهم سويت لها حيه سوت لها حيلة حصانه ما بعد جاء حصانه هو راضي ما بعد شاف حصانه راضي يوم جاء أخي يوم تشبون الفرس الأول الفرس الثاني الفرس الثالث أهلك أو حصان يوم قام من النوم ويظهر يوم ظهر الحصان غادي نسود حصان هبيض من العرق وراضي أفعلي يوم شاف من التعب ما بعد شاف بابه يوم شاف اهدر ويعود عليها يوم عود تصيح وتطق ايش سويتي بحيلتها؟ بحيلتها يطول عمر السلامة ما اقدر اقولها هالبث طيب. انا رجعها طيب دارانها هي اللي جابت الخيول طيب فرس اخوها ومعه كذا فرس يوم شر يوم قام دارا من حيلتها هي اللي مسويها السالفة دي ويبيها فتدخلي في زبن ابوه لهو معه الجام يطردها بالجام الجام الخيل اللي راسه حديده يبي يضربها فز بني ابوه قالت انا في وجهك يا عم يوم دخل عليه قال في وجهي هي في وجهي قال يبا قال هي في وجهي
هو قايل لك كذا. تم اللي بيرجع لي في وجهك. لا تعاقب. عن السبب. في بحر الجو. في رصة بيكسر رصها. بالجو. كسر رصها ولا ما كسر رصها. تعود الأخوان. ودي الأخوان زعلانة. يا عودة الأخوان شوفوا رصها مكسور. مكسور قطعة ثرمة. ايش كم كثرت معه؟ ما ادري مكثور انت ضامن يجيك عامر الله يطول عمره ما يقول عامر يضحك على اخته يكسر ضروس النسوان كلهم اللي في الجوكر انا حاولي يكسر كل واحد منهم خلاها لنفس اخته عشان ما يضحكون على اخته قالوا بنشد يلا شدوا ريجي يوم شدوا وقال لهم بيروحون صوب ما ادري وش صوب ديرتهم ويأتوا علم الشيخ يبون ناصي لهم ديرة واحدة من معروف ويرسل مرسال انت يا رجل رفعه شيخ للشيخ فلان قال العلم بيجونك الرياجيل وبيجون قدهم مهلوك ويبون يسقون حلالهم يبون الرعي اشرط عليهم شط قالوا وش الشط؟ قال عندهم فلانه شوف قال يعلم تجيب الزين وترده خذها اعرس اشرط عليهم انك تاخذ اختهم فلان لا لا والله قال شط عليها ممكن تاخذ اختهم فلان قال ها قال وجهنا الرياجيل قال شرطي عليكم تاخذون فلانه ويضيق عامر درى انه دارين بالعلم ويعود يوم عود لا وجهه يوم عود درت اخته انه ضايق قالت حاله ما يسر لانه لا ضاق عامر من وسع صدره يضيق ثوبه يرتفع ثوبه لقيتها فاتن قال ضايق قال ايش فيه قال عمر كذا كذا اضحكت قالت العلم هي عندي قال والله ما ياخذس قالت ما عليه قل له انه بياخذني قال له فلانه قالت قل له انه بياخذني والعلم عندي قال وش السؤال قالت السؤال عندي راح قل له واشترط عليه يرسل لي يا حمور يا عروس اتزين واضبط اموري يرسل لي اللي يزين به اموري ويرسل لي قال لي ما معها دراهم حاشا الدين هو مهر وين ما يبي تم مهره قال له راح حق الرجال اعطاه التمام انه خلاص تم اليوم الفلاني تعال اخذ امرتك وخلى البل ترعى تستهلك على ما يجي اليوم قال زين خلي البل ترعى يوم جاي اليوم الفلاني ويركبونها في هودج على الهودج على الرجال متلاقين ويرسلونها صوبهم يرسلونها صوبهم ويشدوا رايحين وراهم ما قعدوا يروحوا لين دخلوا ديارهم بالهودج ومعهم المراه يوم ركبوا الهودج وافتحوا الهودج لا ذا المرت في الهودج مغطيت وجهها يوم افتحوا هي عبده ارسلوا له في الهودج عبده احتم من عبيدهم من عبيدهم من عبيدهم اللي هم خدم اللي هم الخدم يوم شافوا يطلبونهم يوم قدهم حولهم فعود انت يا عامر عود معك كذا فارس اخوانه تلاقون له على بنت فرسه ما هو على فرسه على بنت فرسه ويقول الرجال بينهم 90 لحية أنت يا عامر الحالة ذبح 90 رجال 90 رجال بعلمك يقول في قصيدته جلدت أنا منهم ما أدري قال 90 فارس غير العواري ما لهن حساب يعني 90 اللي عليهم الكلام 90 وش 90 اللي كلن على فرسه أما العواري اللي الرجلية اللي على رجيلهم لا لا ما لهم حساب ماني بحسبهم هذا والله الفارس جلدت أنا منهم 90 فارس اما العواري ما لهن حساب وانا على ما ادري ايش قال لا لو اني علمها ما ادري ايش قال لو اني علمها ما راح منهم ايش قال حد يرد الجواب حد يرد الجواب يعلمهم اني يعلم ما ترد الجواب انت يا ذا وما تعقيل اللي ما يسمع وذي سالفتهم القصيده اطيب من السالفه يسلم في يسلم بها جد يجي له في الجنه ولا قطفت منها شيء يا رب اتمنى اطلع غير شيء نطلع هنا ورا ايه نخلي المنظر الشجرة وين نحطها هنا؟ لا هنا 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 شوف وين؟ انا اشوف هنا نخلي ورانا الشجرة تم لا لا ايش رايك؟ حطها هنا ها؟ كذا لا لا ما يصلح صدقني هنا بتجي ولا نخليها مكانها؟ ولا خليها مكانها خليها مكانها خلنا نقربها ها؟ اي اي من جال التغيير خلاص جرب ابي قز انا نبي نسوي كركة هنا ولا نخليها خلوها خلوها مكانها حلها لا ولا نشيلها محله محله ها جاسم جاسم صدقني محله جاسم هذا خلنا نسولف كان دقيقة والله ما زينت هنا هم؟ هاد قزرتها صح؟ والله ما زينت هنا دقيقة بشوف ان كان لقيت قز جبته تا
تكفى في الكرك يا ابو الريح. يدعونكم للفطور، الفطور ودكم تفطور؟ امشوا. ما لي فيها انا والله. هلا قال لهم ما لنا فيه. قال لهم متعشين متعشين. ايه علمهم ما لنا فيه. قل لهم بالهنا والعافية. جيتك وانا صدري من الضيق. ها؟ والله انا ما لنا فيه. يا ادم علميكم يا اخي كلهم ما يبون. واكل اخوياك. طيب علي فيه. ماكلين جعلبك في الجنة. اقل الرياجي لا يقعدون يسوون يحترمونا. ما نبي علمناهم 70 مرة. ظهر لي يلقط ولا وش لا بالعافية خلهم يفطروا. والله بالعافية. يلقطوا على المواصل يا ولد انا صوتي الله يقطع. ما يبون محمد ما يبون الشباب ما يبون والله الدبان بسم الله عليهم ولد ماي 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 ما له والله ما يبي القريحه حاضر عنده شوي تعالينا ما لنا تعالينا ما لنا والله انت تجي والله انت تجي تعالينا تعالينا لا عند العيال تعالينا خبزه واحده تشيلها تعالينا والله انت تجي تعال يا وليد ادري بك موسى فزحه فزحه سدد اقسم بالعيال انه شعور حلو شعور ولا هامور اقسم بالعيال هنشوف هذه لعب تحدي اخر واحد يطول بالسكوت اقول لكم طلع ابراهيم قاعد يجمع العاب من يوم طلع لا سجل في دفتر اللعبه الفلانيه لعبه السكوت يلا بسم الله يا اخي لا تقهرني خلاص عام شو انت تسولف حالك انا اقول سولف 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 لها معنى انا ملاحظ عبد الله ثلاث ايام ما والله المعنى شوف يقول كذا من يحب ما فكرك مو بالع يا عبد الله من حبك سبك لا شوف يا جماعه الدبان يبي ياخذ الندمه من يد حبك سبك لا يا جماعه شوف عندنا نظام اي واحد يتعب منا تراه مسموح لين يطلع من تعب بس 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 انا اقول ميدا حمزه جاهز السياره عند الباب لا اله الا الله حق غيرك ابي احرمني مايكات انا قريب البعض ابو خلي شوف طف مايكات من على خلي شغال بس انت شغال دائما طيب شوف انا بقول لكم حاجه اعطيكم على بلاط حكي عاد انت شغال دائما طيب عيال عيال شفتوا اللقطه الزينه اللي عند يوم مرانا مقطع خالد يوم نتكلم هو لحاله زين ذي المره بيكم بس كل شيء بتكلم عن حاله بالله تكفون الله يجمعنا وياكم يا رب العالمين في جنه الفردوس مثل هذه الجلسه يا رب العالمين امين بيقول طيب يا استحي يا رب صدقون ان بعد 8 ايام الجلسه هذه ما انتم شايفينها الله ما فيه والله الحمد لله ما توقعت ردت فعلكم كذا طيب انا عن نفسي راح احسب الحمد لله والله راح افرح كثير على برايي ولا على رايك كله ما في طبل بس كل شيء عامر راح يروح الاكشن والاكتيفيتي هذا اليوم بروح انا واسوم لا يبرين اسوم والله اني مالي والله مالي والله مالي عليك بس ايش تسوي انا عندك تشون متى تجي لا لا روح انا بروح انا بك بدك افطرت يا بزنسيين يا عيال الله عافيه والله مالي والله يا عافيه والله مالي بك بدك الله عليه يا عافيه لا درجه ما ادري ايه عاوي يا علي احنا من طعامه يلا بناكل والله يا علي احنا من طعامه يا عيال لبيك احلى شيء الريوف الاكل ايش سوى عويتي ما ادري الله عليك لا نقول ما ادري خبز خبز انت عقلك سنكه هذا كذا اعطك يا ريس قدم ريس قدم ريس انا اقول سد بوزكم وبشغل ايوه قدم ريس بوزك انت اقرب اقرب ايوه بس ما ادري بشنو بسوي انا خبز عيال خمسه يا شباب انا خبز عيال شنو شنو؟ انت ما في حاجه
كيف جربت؟ الكرك يا هذا الدنيا سدي مخرجته سدي مخرجته سدي شنو؟ ابو ناصر سدي من سوالف عادي ترى جتكم ما في شيء ترى سوالف ابو ناصر ادري بس انت جبتها غلط سدي يا روحي يا سد والله يا يعني انها انها وناسه كذا نجتمع اللي جاي فطور واللي تهد مع الثاني واللي يبقى يلا في راس الثاني وناسه خلصنا الدراسه ما مش يلقحها سد كل حكه يومني سويت اخبازه اخبازه كل حكه سد كل حكه زين تعال تعال قرص اي بعد اسمه خبز هذا ابو خمس يومني سويت الخبز مخلصته لا خلاص ابي سد مخلصته شنو؟ لا مخلصته على الاولى وغلط عباره تقول الاولى والله هذه غلط والله عباره تقول سد مخلصته ما بتقول هذه غلط اذا اقول سد مخلصته شنو وش هي الحمد لله ما عاد مصيب سد مزلخته مزلخته صدق اخي موصين عليه شو اسوي هذه اسمها شكشوكه يا ام عاد غرام الطماطي ها لا ميله لا 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 ما في ما في ميله شوي شوف والله عليكم يا عيال يا عيال اشغل ايديكم لكم ما تسلمون عادي هنا يا عايل مد يدك مد يدك مد يدك هنا يا عايل وش العافيه الله يجعلها عافيه هذا يودك هسه من يحط عليه منو ايها يا نوب عيني ما ودك شو سد مخلق سد مزلقته خبز يا الله يرهدوه اي والله يقعدوا مزمن في كنف الحين جيت شو الدبان الله يجعل قوم جني الدبان اعطاه هزيم الرعد طاحت على سبعي الدبان صار هزيم الرعد وين جود هذول حطينا قلص مو قلص نجم ادلع الحلقه في الحلقه انا معاذ حبيبي اكل اكل معاذ عاد حبيبي نشبه اللقمه فيها لقمه نشبه اللقمه شويه نشبه الحلقه في لقمه بقول اللقمه نشبه الحلقه عاد حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم اسمع وحش الله عليك يا بوس انت مكسور بعد اثنين قصه طامر بيب معاذك نفمن واحد نصينا عليك نفمن عصب يا عقل عقل نفمن اي والله والله ما كان كذا جو هجوم عيال والله ادري ايش بلاك عندك تصيد امور انا يوم جيت انا اشوفك يا لحظه روح فيها الجلطه انت تصعيد الامور عند الشباب يا اخي ما تصعيد امور انت سالت وش ذا قلت لك من عمان ما في خلينا هم تصعيد امور انا يا عيال انت عيال انتظروا من الامور بس بيض الله وجهك فيها شكل متين لا لا طيب ايش فيها كذا صح ولا لا؟ يقول لك قال لي هو سائل قال لي عيال قلت له هذول عمال عادي طيب ايش قلت؟ اقول له تصعد امور دقوا لحيك دقاك استغفر الله العلي العظيم حتى العام دق لحيك لا مو العام يا اخوي انا اوكي ما تاخذ من ذا يا اخي يا رجال تقول حجر يا اخي والله يا هو احنا ذبه يا ساتر لك شيء ايوه احنا يا صح تحضنا صح زين ايوه انا في كنف الله ماشي العسل شيء خلص حضنا والله خلصت انا اللي فكيت حطيته كله هنا اكل الكرتون اللي عندك ايش وضعك لا ايش الاكل وهو يتنزل عنده الاكل وهي تطلع ما سكت الولد ياكل شويه يسمع ضحك عند الباب وهو يسوق اهل الفضول لين راح عند الباب وفتح الباب وهو يلقى بنت الجيران عند أمه تمشط شعره أول مرة يشوف له بنت أو أنثى غير أمه فاستغرب يوم شافته أمه اختلعت على الولد لا يلحق أخوانه قالت هذا ذيب انتبه لا يأكلك عود وهو يجض ويرجع يسكر الباب ويدخل وهي تقعد أمه شوي إلا الولد عادها صغير عاد عمره حوالي 9-8 إلا الولد يوم جض ورجع الغرفة وهي تسمع أمه شوي يقول يغني في البنت اللي شافها هو عائله شعريه في الذيب يغني في الذيب قال الذيب ما له قذله هالهليه
ولا له همان مفلجات معاذيب. يا سلام. والذيب ما تمشطه بالعنبريه لو هني ما مرقده في العشد. يا سلام. وهي تسمع امه قالت الولد ما له علاج راح عند اخوانه. مع اخوانه. يوم عود الشايب وهي تعلمه. قالت العلم كذا 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 والولد قال بيتين ذي. ايش؟ قالت وصلك العلم. حيعنا. وهم يفكرون. الله يرحمه ان شاء الله. وهم يفكرون بالموضوع. وهم يقررون قالوا بوديه عند شيخ. يعلمه عند شيخ. ايه يعلمه الحروف يعلمه القران بحيث انه يدين ويفتك من الغزل. ومن يوم ولده حاشره في البيت ما يطلعه. ايه. وهو يوديه عند الشيخ. يوم جاء عند الشيخ فيعلمه الشيخ حروف الهجاء. قال الالف. قال الفن ولي في الروح بلمس شفناه. غير وين يسلي عن جميع الخلايا. هذا اللي ما في حيل. قال الباء ويعطيه بيت. والتاء ويعطيه بيتي لين خلص حروف الهجاء. وهو يعاين مطوع الا الولد مصيبه داهيه. هذا يعلمني مو بنا العلمه. وهو يمسك الولد يرده على الشايب. قال الولد ذا ما فيه طب. وهو يكبر الولد هو يتزوج راس الذيب اللي شافه. يا سلام. اشهد بالله ان انها قصه. مقطع ابو مير هذا محيسن الهزاني. محيسن ولا محسن؟ محيسن. يسموه هو محسن ويسمونه محيسن. من اهل الحريق. وحبيب تهذيب قال لها هيا انت يا راس ذي هيا يوم يقول برق انت لا اقول تعز الجلاله وترهجبين صويح بي واحسبه برق قالوا كما مبسم هيا قلت لا لا بين البروق وبين مبسم هيا فرق قالوا تتوبوا من الهوى لا لا حتى يتوبون الحناشل عن السرق طيب قالوا تتوبوا من الهوى قلت لا لا حتى تغيب الشمس مع مطلع الشرق الله يا ولد السؤال الحين يا فلاح انت يا سلام هل الغزل مرض؟ الغزل ولا الحب علاج علاج والله سبيض الله سهلا يا علي والله انا علاج يعني ان والله انا علاج من لا لا بس لاحظ ان في ناس فيهم هوس الغزل في طرف مرض بس انه هو كان يشوف عياله من قوه الغزل والحب اللي يطحن فيه الاول تعب والثاني ما ادري ايش جاه تعرف يا اخي والله اليوم عن يوم اكتشف انه مجنون قبل لا تغير والله العظيم هذا ما اقول علاج قلت علاج يجيك علاج مني طير ايش دبا آن الأوان أطرها موضوع الغزل إن أنا أقول آن الأوان اللي تحريته يعن يعني يا فلسفة سقراط مدري شكسبير طيب ماني موصف حسنك الباهي لأن الناس يا ابن الناس ما يعطون خير هاي قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا رجاجيل العين حقه يقول أما حبيبة تقابل رأس مالي شيها والله مع عرض أصف هذا الرجاجيل الله يا سلام على هذا الذيب يا شريف الله على هذا الذيب لا بد ان كل واحد عنده ذيب عندك ذراع ها كم معك انت لا ما عندي عبد الله طرفه غير اخبار الموضوع عيال ما عندي ذيب عندي سالفه عندي سالفه عيال عشان اشطح لكم مره في الموضوع جاي يوم من الايام خلاص تكفى توترني انت ليه يوتر ما ادري احس ان اذا يبتسم حق احس اني بجيب العيد لا 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 شكرا لكم على الخير في شح جاي يوم من الايام ايش بلا رقبتك ابوي رايح الامارات ها يقول ابوي دخلنا الامارات مع ابوي واحد من اخويا المهم لا واحد من عيال عمي يوم راح دخلوا الامارات خلصوا اشغالهم والدنيا كذا يقول ابوي احنا معودين يقول ابوي انا حاط الجواز في الدرج اللي قدام حلو طبعا ابوي طلعه طلع الجواز في المنفذ ورجع ذيك الأوقات ما في بطاقة وكذا ما الجواز فتح الترجبوي وقال قال الجواز وقفله طلع وخلص وخلصوا من الإمارات خذوا لهم أسبوع على ما أظن ويوم قلت هو راجع قلت على المنفذ بيدخل السعودية يفتح بوي الدرج يدور ما عين الجواز هم عند المنفذ الأخير خلاص منفذ سلوى لا سلوى قطر سلوى قطر البطحه بعطيك منفذ الامارات رايحين الامارات المهم انا بس ترى قريبه بعد سلوى من الامارات المهم يدور ابوي ما لقى الجواز نهائيا قال مالك الا ترجع والسفاره ومن ذا الكلام قال ابوي تمام ورجع ابوي خلص في السفارة طلع جوازه يوم طلع جوازه وراجع من المنفذ الأخير جاي ولد عمي قالها يا عم أنا بفتح الدرج
الدرج وباخذ جوازي، يعني حاط جوازي وراء. جم السيارات؟ عاد مترجم كابرس. اوكي. المهم تعرف عند الكابرس فيه من ورا زي ال نفس النيسان اسلم اسلم. جهز السالفه قبل السالفه. المهم لو يمين يطلع جوازه ولد عمي يطلع جوازه قال عم هاك جوازك هاك جوازي وريه الرجال. جوازي. يلا المهم قال بسرعه. كان ولد عمي خذ الجواز من قدامه، شاف الجواز قدامه. اسلم. قال ايش جايب جوازي وراء؟ شل الجواز حطه ابوي، قال عم هذا جوازي. المهم طبعا ابوي مد جوازه للعسكري وخذ جوازه ولد عمي وعطاه. المهم قاعد يطالع ابوي. قال كلكم اسمكم بندر؟ قال ابوي لا انا بندر وذا علي، علي الله يرحمه الظاهر انه هو علي. جوازي يضان علي ولد عمي حسين الله يرحمه سكن سجن ماته. المهم قال من بندر فيكم؟ قال ابوي انا. قال من بندر الثاني؟ قال ما في الا واحد. قال هنا كل اثنين بندر. الجواز القديم. طلع ولد عمي طلع الجواز القديم. حلو شوف الركه. طلع ولد عمي طلع الجواز القديم حق ابوي. كان الدولي اخذ الجواز. ابوي رجع طبعا الجواز قدام كان قدام كذا في الدرج كذا ساقط ورا. دور ابوي قاعد يدور كذا ما لقاه. ابوي ما انتبه له. يوم قلت على المنفذ ولد عمي يدور جوازه يدور جوازه ما لقاه. شيء مشى للفندق يدق. ها؟ رجع علي الله يرحمه. توفى؟ اي توفى الله يرحمه يسكن مسيح جناته. يقول كان لا يرحم على ساعه تقول. شوي من شوي الفندق يكلمونه. يكلمون ابوي. قالوا في جواز عندكم. في جواز باسم علي. في الفندق. في الفندق. تعالوا. ابوي فين؟ الظاهر انه واضحة. لا. هي يا في الشارقة يا في العين. خيالات. ردوا. الفندق يا في الشارقة يا في العين. شارقة. إيه. عود بوي دخل السعودية المهم انه قاعد اسبوع اسبوع. هذا يومين بعدها عود للشرقية. بس هذا السؤال خلاص. عشان اعرف. بيض الله وجهك على السؤال. طيب اعلمك على طاري. خلاص. لحظة لحظة على طاري. لا 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 على طاري. خير رضيع. و لحظة ماسك سراع يا الربع. لحظة لحظة انا دقيقة دقيقة. شيخ توصلون شيء ولا لا؟ وخر يلا دقيقة. عرفت قصدك. انا غمز العبيخ ايش تبي؟ يا ولد هذا انا جاي بعص راجع من ابراهيم يبعص السوالف. يلا صوت صيد يا والله في صيد يوم يقول شو اسمه بس صاير كذا حبيبي الله يسعدك زين يا عامر منير رجال قاضي بسرعه يوم ادري انه قاضي بسرعه هو ما تكلم ايش تبون خلاص يلا عادي عادي خذ انا قلت مشاركه بسيطه ما لكم دخل مشاركه فاصل بس السالفه والسالفه الراي يوم يقول الغزل مرض ومو مرض الغزل والله لو تقولون قصايد رميه ذيك الى اخطا اسلم 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 هذا 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 لو تقول لو يقول السلام عليكم قلت لا قال ليش ليش ممكن يحلم من بس يلا زين اسلم يقول يا بنت عود لا تعز وتاهو طيب لا تاخذين بخاطر سلاح انتي طيب وربي اللي لا اله الا هو اني محب من الحريم الا انت الله اسلم يا ابو عويسي طب انا ليش فتحت الموضوع حسوب والله طاري بعد بيتين نبي غزل نبي غزل نبي غزل نبي غزل غزل موجود بيك الغزل تبغى الغزل موجود موجود انا طولت في السالفه وليه ما طبطتها وليه غيرتها سمعوا بيتين خلنا بعدين 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 قاضي بسرعه خلف وعقب بسرعه المهم ويا ويلكم فكت المايك اليوم ما بفك اعرف عويسي بيخلص ايوه خلص اسلم شوفوا على سالفه طعمك سده السد اللي هي الدرج الدرج سالفه الخايس ما بخي اسمه اسكت واسمعني اسمع شو التصعيد ذا ما كلمك انت اقول لك ما وين ايش قلت انا وش قلت اقصد هو اسلم انا ما كنت خايسه المهم يعني يلا تفضل يا حم عادي ليه تلبث الرمه الرمه تاكل مو اي شو قاعد انك انت كانك راكب في كاري تعال 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 هني تعال تعال كانك راكبين بشاص والله ما تسمع بيت ربع والله والله اسمع الملك اللي ورانا اسلم يلا زين المهم لا تلاقينا انا واحد من ربع تلاقينا واحد من ربع ويعطيني ظرف فيه مبلغ طيب حوالي يمكن 45 اظني 45 الف طيب وين رايح؟ قلت له رايح مكان فلاني قلت له رايح مكان فلاني قال طيب اعطاك بعطيك قال بعطيك الظرف وديه له
للشخص الشخص فلان. طيب قلت له طيب واخذ لك الظرف. انت بسغريب؟ لا انا في عمان بس مكان بعيد شوي يمكن حول 250 كيلو. وحط لك الظرف في السده في الدرج ورحت. وصلت البيت دقيت لريان ما رد علي. وصلت البيت والعصر طلعت السيارة الثانية. طلعت تذكرت فلوس في الدرج. رحت وشليت الظرف من السيارة نزلته. قلت لا انا ليش ابدل سيارة؟ خليني ارد الظرف في مكانه. ورد بروح في السيارة دي بعدين. خليني اروح العزم. ورد لك الظرف. وقفلت السيارة ورحت. خلصت شغلي ارد علي. قال لي يلا طريقة. قلت لي يلا ينك الحين. وانا بسافر. قال لي تريك في الشارع ودق لك يمكن 50 كيلو. لين وصلت اول ما وصلت السلام عليكم السلام مطرش لك ظرف لا. قال لي طيب. قلت له ترى يعني افتح لك الدرج. دورت الظرف دورت الظرف ما حصلت في الدرج. انا حاطينه في الدرج. ام حق لي مفتاح ام حق راس. وادور لك الظرف ولا حصلته. والدرج مقفل انه السياره مقفله ولا حد سال السياره. قلت خلاص انسرق. وش شعورك؟ شعوري خايس. ما اعرف اول شيء ما اعرف المبلغ كم قبل كل شيء. ما عارف ايش اللي عند المبلغ. واللي قهرني اني دقيت للشخص قلت له تعال يلا قابلني. انت ما تدري ان هنا 45000 قبل؟ لا ورد لك يوم دقيت قلت خلاص بعطيك الغرض. يوم فتحت هو ترياني وياني من بعيد وانا جاينا 50 كيلو. دورت الظرف دورت الظرف ولا والله حصلت. يا ارض بالعيني نعم. قلت له اظن اني نسيت في السياره الثانيه وانا متاكد 1000% انه في السياره في الدرج. رد حبيب محمد رد 50 كيلو مره ثانيه ليه وصلت بيت وفتحت السياره الثانيه ولا حصلته. ورد فتح لك الدرج يحصل بين الدرج والطبله من ورا طايح الدرج. بعد ما رجع الرجال راح ريال راح وانا رديت. ام حق ليل ام حق ليل وام حق راس وام حق سالفه ابن عارج. المهم ابن عارج. المهم اما سالفه الغزل قصيده الغزل يقول طال عمرك. والله انت تقول بقول بقول ريح راويهم كيف شرق قبل السنه. يقول طال عمرك الله حييكم. اسلم. يقول طال عمرك اقرب ابو محمد راكب باص مدرسة مرتاحين. تعال يا رب ترى مو جالسين على البحر عادي كل يا شباب محالفكم خلوها محالف. ما لها داعي ما لها داعي ما لها داعي محالف ما لها داعي والله. اسلم قل القصيدة. يقول كأنك تباني خلص بسرعة يا نايف تبغى تبدأ السالفة. لا والله ما عندي سالفة. ما عندك سالفة؟ قام بسرعة. انا هذا اللي يحب الخير الثاني. طيب والله انت اللي ما عندك سالفه. الباب سالفه حط الدرج في السده. ترى هو يبا في السالفه على الطاري اللي طر السالفه. المشكله المستمع الوحيد كلهم ترى جمع دوري سوال. خليهم عشان المستمع الوحيد اسمع. يقول طال عمرك من ساعه طلعت علي ابيات قصيده. خلاص السالفه خلاص. ايوه لا عليك. لا على كيفك انت. قبل سنه انا قبل سنه. يقول زين بعدين ايش رايك بعد خلاص؟ لا اي يا خذ راحتك. زين يقول طال عمرك بكره صباح يقول نهر حبك سال ودعاني قتيل. شنو سعد ركب نهر حبك سال ودعاني قتيل وسط هذا الشعر مع نبض الكياني. والقوافي فيك تعطيني دليل كأنها مرسولة لعينك بياني. انت نبضي وانت حسي والخليل والقلم في وصف غيرك ما عطاني يشهد اني من لمحتك الجميل ما عشقت سواك لو غيرك يبان. اشهد اني من لمحتك الجميل ما عشقت سواك لو غيرك يباني. ويوم وصلك صار شبه المستحيل ليش زولك كل ما غمضت ياني. ما طعن قلبي سوى الطرف الكحيل هو نهب عمري وشتت لي كياني. ولا يمر القلب لي عابر سبيل بس شخصك حل وبسهم هرماني. بات في قلبي ولك عيني مجيل استرح يا بعد عمري والعياني. وان بغيت تصد من وصلي عليل والله اني لاحشمك لا اخر زماني. الله ويقول يا فرق عن العالم. ازم 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 والله يلا خلاص اسلم يا اخي. تحب قصيدك والله تقول لا لا والله اني مزعل. يا فرق اسلم يا فرق عن العالم بزين اسلوبه. اسلوبه ابشر بالشباب ابشر. يا فرق عن العالم بزين شفت كيف عشان اوقف الموضوع.
يفرق عن العالم بزين اسلوبه. اهدى لك عامر منير عشان يقلب السالفه. يفرق عن العالم بزين اسلوبه. راقي بزين وبالمعاني راقي. ما انجرف باحساسي الا صوبه ولا احس في غيره على الاطلاقي. ما توه وصلوا الى عيل دروبه يمشي على دقات قلبي ساقي. خايف خايف على قلبي تصيب حوبه من كثر ما احبه من الاعماق. ولا هب لي ريف الصبح من صوبه يصيب قلبي رجفه ودقاقي. الله يغفر له.